نصبح على حضراتكم من جديد وخلونا نشوف الاحداث اللي هتحصل النهارده. فالنهارده مجلس امناء الحوار الوطني هيستكمل اختيار المقررين المساعدين للجان، والنهارده هتكون اولى فعاليات الاجتماع رقم 6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستوريه الافريقيه، واحداث ثانيه هنعرفها في سياق العرض التالي. خلونا نتابع التفاصيل. بالنسبة للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مجلس أمناء الحوار هيعقد اجتماعه السادس في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الساعة 1 الظهر. هيستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، مع البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء في المجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان. النهارده كمان هتعقد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي أولى فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الإفريقية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي هيستمر لحد يوم الاثنين اللي جاي بإصدار التوصيات النهائية للاجتماع. النهارده كمان هتعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، هتعقد مؤتمر صحفي الساعة 5 مساء في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية. هيشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان وإعلان أسماء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، بجانب تفاصيل تانية عن فعالياته من ورش فنية ومنصة الحكواتي ومونودراما الشاشة. لعشاء الدوري الأسباني النهاردة هيكونوا على موعد مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من المسابقة، أهمها لقاء برشلونة مع قادش الساعة 6:30 بالليل، وأتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو الساعة 9 بالليل. لعشاء الدوري الألماني هيكون معادهم النهاردة مع ست مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة، من أهمها لقاء بايرن ميونخ مع شتوتغارت الساعة 3:30، وفي نفس التوقيت فريق بروسيا دورتموند هيواجه ليبزيج.